كيدايرين بخير لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو ديال 5 طون كومون. ركز معايا. حطيت واحد الفيديو مؤخرا على 5 طبيعه الحال حتى هو، وبزاف ديال الناس في الكومونتير احنا في عطله، بعد منا، خلينا نستراحوا. شوف خويا، انا درت هذا الفيديو هذا بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا، بغاو يعرفوا راسهم من رجليهم، يعرفوا شنو كاين في 5 باش يبنوا بروغرام ديال العطله. يعني في العطله يقرا، يلعب، يمشي للبحر، يدير في نفس الوقت يراجع الدروس اللي عنده في 5. هذا الفيديو لناد الناس، هاد الناس هما اللي غيجيبوا 19 20 في 5، هما اللي غيجيبوا مزيان في الباك، هما اللي غينجحوا، هما اللي غينجحوا في حياتهم. انت اخويا الا كنتي ما باغيش تفرج فيا ما تفرجش. انت باغي تسافر وباغي دير وباغي تضحك وباغي تلعب وما باغيش تفرج في القرايه، طلع لك الفيديو ما تفرجش فيه. متفقين؟ دونك النقطه حيدو هاد الفيديو، طلع لك ما كنتش باغي تفرج فيه دابا اونغيستري، قول بلاتي خلي حتى شهر 8 ونتفرج فيه. متفقين؟ كنتي باغي تفرج فيه وباغي تستافد باش تبني بروغرام ديالك العطله، مرحبا بك. هنا ما كنزرع على شي واحد، ولكن انا في الفيديو اللي فات جاوني شي تعليقات خايبين الصراحه. يا ما كنتي كتبريباري معايا في الجهاوي، كنتي كتفرج في الجهاوي وكذا، كنتي فرحان، استاذ واعر. دابا ملي سال الجهاوي بديتي كتعاير في الكومونتير. اتونسيون، وغنتحداكم هادو اللي كيعايروا في الكومونتيرات في الفيديو اللي فات، غنتحداك جوج دروس الاولين ديال 5 بربي الا فهمتيهم، اقسم بالله الا فهمهم شي واحد. جوج دروس الاولين ديال 5 ديال الماتش ما غتلقاوش في يوتيوب مشروحين مزيان، والاساتذه اللي كيقراوكم بربي ما غيشرحوهم لكم مزيان، وغتلف غدوخ، حيت هاد الدروس هادو هما اللي كيدوخوا الناس. جوج دروس الاولين اللي كاينين في الماتش اقسم بالله هما اللي شنو هاد الشيء، صافي بنادم كيتستريسا وما كيقراش مزيان. جوج دروس الاولين ديال الماتش غتجي تفهمهم عندي انا، نتفاهموا مع الناس اللي كيعايروا. اتونسيون، نبداو على بركه الله. هاد الفيديو هذا هو هو مقتطف من الحصه اللي كندير مع التلاميذ ديال التسجيل في عرض اولير الصيفي. الناس اللي بغاو تسجلوا معنا في عرض اولير ديال الصيف، ها النمره صيفط فيها ميساج، كندخلوا كل واحد جروب. هاد الجروب كيديروا فيه الحصص بالمجان في هاد السيمانه، وحصص بالفلوس غيعطيونها 15، الثمن هو 200 درهم ماتش فرونسي لونغي. نبداو على بركه الله. فهاد الفيديو هذا بغيت نشرح لكم انا طون كومون 5. 5 شنو هي؟ متفقين؟ 5 كاين ثلاثة ديال الأنواع ديال الناس اللي كيقراو في 5، ماشي دعمو الشرف. كاين النوع الأول اللي داير علم، سيونس، علم. كاين النوع الثاني اللي داير تكنولوجي، داير تقني. النوع الثالث هو اللي داير آداب. غنشوفو كل واحد شنو غادي يقراو وشنو الفرق بيناتهم. متفقين؟ نبداو، نبداو بلاتخ، ناس أدبيين. ناس أدبيين ساهلة عندكم قضية، كتقراو الماط، سيونس، العربية، الفرنسي، لونجلي، الاجتماعيات، التربية الإسلامية، والفلسفة. هادو من المواد اللي غتقراي إلا كنتي دير آداب. إلا اختاريتي أنك التوجه آدابي، عاد ها، الناس كيقول لك آداب ما فيش آفاق، آداب ما فيش خدمة، هاد هضرة خاوية. متفقين؟ كيعجبك الآداب وبغيتي دير آداب، دير آداب، تقاتل فيه، قرا، غتشد الباك ديالك، غدير شي حوايج بزاف مرة. متفقين؟ مابقاش بنادم يقول آداب مكلخ، كاين شاد الهضرة. ندوزو لهاد الجوج، هاد الجوج هما اصلا اللي بحال بحال، سوا درتي سيونس ولا تكنولوجي كتقرا نفس المواد تقريبا. انا نقول لك الفرق فين كاين. الا درتي سيونس درتي اداب علمي، انا درت علمي، انا فاش كنت كنقرا في 5 درت علمي، انا درت علمي. متفقين؟ فاش كتنجح في 9 كيعطيوك واحد الورقه كتعمرها كدير علمي، ملي كتطلع 5 كتقرا علمي. متفقين؟ واحد القضيه، كاين بزاف ديال الناس اللي قراو 7 والثامنه والتاسعه بالعربية، قراو الماتش فيزيك و سيونس بالعربية، وبغاو، ولكن العمجاغي قراو بالفرنسي. إلا بغيتوني ندير لكم فيديو على المصطلحات العلمية اللي دازوكم في 7 و 8 و 9 بالعربية وبالفرنسي باش تطلعو 5 فاهمين مزيان، كتبوا لي تحت في الكومونتير. فهمتين؟ دونك سيونس و تكنولوجي، علمي و تقني، شنو الفرق بيناتكم؟ أول حاجة سيونس، إلا كنتي علمي كتقرا الماتش، كتقرا الرياضيات، كتقرا الفيزيك، كتقرا علوم حياه والارض سيونس، كتقرا العربيه، كتقرا الفرنسي، كتقرا لونغلي، كتقرا الاجتماعيات، كتقرا التربيه الاسلاميه، وكتقرا الفلسفه، وكتقرا الفلسفه. متفقين؟ فيلوزوفي كتقرا الفلسفه. تقرا الفلسفه اول عام تقرا الفلسفه. متفقين؟ وكاين حتى لانفورماسيون.
لا الفورماسيون كاين اللي كيقرا في بلاصه الصباليونيه، كاين اللي كيقرا طال كل مدرسه وكل مدينه شنو كدير. المهم هادو هما المواد الاساسيه، ماث فيزيك سيونس عربيه فرنسي لونجلي اجتماعيات تربيه اسلاميه وفلسفه، هادو مواد اساسيه. لانفورماتيك لو هذيك سميتها اسبانيه، كاين كل واحد شنو كيدير، هذوك كل مدرسه وشنو كدير. جافي دونك هادو هما المواد اللي غتقرا كنتي علمي. الا كنتي تقني يعني تكنولوجي كتقرا نفس المواد كاملين، كتزاد عليك ماده وحده اللي هي سيونس دو لانجينيور علوم المهندس، مابقيتش تقرا بالفرنسي بطبيعه الحال، مكايناش بالعربي، متفقين؟ سيونس دو لانجينيور هادشي كتقرا فيه داكشي ديال الهندسه بزاف ديال الحوايج، متفقين؟ هذا هو الفرق ما بين التكنولوجي والسيونس، هذا هو الفرق بيناتهم بجوج. وانا الا كنتو عقلتو معايا في واحد الفيديو كنت درت على التوجيه، كنت نصحتكم بانكم ديروا هذا. الناس اللي عندهم مع التخربيق ومع الشيمات وكذا وهادي والدارات الكهربائيه والسقايات وعقلهم باغي يدير شي حوايج كثار يمشي يدير تكنولوجي. كنتي عادي عندك مع الفيزيك سيونس باغي تكمل في الفيزيك والسيونس كدير هذا، كان عندك ما عندكش مع الاداب كدير هذا، كان عندك زعما مع الاداب وما عندكش مع الفيزيك والسيونس كدير هذا. واحد القضيه عندك الحق ديال اعاده التوجيه، الناس مثلا اللي طالعوا السنكيام وما شقاتش اليوم على مثلا انا داير علم ما شقات ليا العلم بغيت ندير تكنولوجي، ولكن ديك المدرسه اللي كتقرا فيها تكون فيها تكنولوجي وبغيتي تبدل عادي كتمشي كدير اعاده التوجيه وكيبدلوك عادي ما فيها حتى شي حاجه، متفقين؟ مزيان كيشوفوا غير النقاط ديالك واش مزيانين ولا كذا وكيبدلوك، متفقين؟ دونك هذه هي الترون كومان، هذا هو شنو فيها. باقي غير هذه تقريبا الحلقه رقم جوج من هادشي اللي غندير لكم في العطله. العطله انا ماشي غير حيت عيروني الناس صافي غنحبس الفيديوهات في العطله، لا، واخا عطله انا حتى انا كنمشي للبحر كنسافر كندير مره كنجي 5 دقائق نجي ندير لكم فيديو نلوحو لكم استافدوا به، متفقين؟ دابا انت عرفتي سترون كوما عينيك كيكبروا كتقول واه شو فيه كذا هادي صافي موراها. دونك الناس اللي بغوني نكثر من الفيديوهات اكتبوا لي في الكومونتيرات، المره الجايه ان شاء الله غادي ندير لكم الناس اللي يقراو بالعربيه وبغاو يقراو بالفرنسي العام الجاي شنو يديروا. غادي ان شاء الله من هنا قدام غادي ندير لكم المات الرياضيات شنو الحوايج خصك تراجع ديال السابعه والثامنه والتاسعه باش تطلع السانكيه مزيان، وغنمشي نقول لكم حتى الفيزيك وبزاف ديال الحوايج، متفقين؟ يعني الناس اللي بغاوني انايا نكمل لكم في السلسله هذه كتبوا لي في الكومونتير باش نشوف انكم حتى نتوما باغيين هاد الفيديوهات ونكمل معكم.